والمصرفي وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وكذلك تقديم ضمانات للقطاع الخاص، إضافة إلى الدور الذي يقوم به صندوق العراقي للتنمية ودعمه لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحيوية المختلفة. هي زيارة تعتبر هامة جدا، جاءت في مفترق الطرق، يعني زي ما قلنا في القاعة نعتبر أن سن رشد اكتملنا له ووصلنا له في تونس معاكم أنتم، يعني بدينا العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية من حوالي 35 سنة، كلها كانت نجاحات سواء عندكم ولا عندنا، وقلنا جاء الوقت والآن الأوان أن نرقى بها إلى مستوى أحسن، خاصة في يعني تكوين صناعات سواء في تونس برأس مال تونسي عراقي أو في العراق الشقيق، عن الصناعات الغذائية، عن الصناعات الدوائية، عن الطاقة، يعني الحمد لله المستقبل يعتبر هام جدا إلكم وإلنا، وخاصة في نجاحات يعني نبني عليها. طبعا هذا منتدى من منتديات عديدة يقيمها اتحاد الغرف التجارية مع كل أشقاء وأصدقاء في دول العالم. اليوم المنتدى بحضور وزير خارجية البلدين دكتور فؤاد والدكتور عمار وزير الخارجية التونسي ورئيس اتحاد غرف التجارة التونسي وعدد كبير من رجال الأعمال، اتطرقنا إلى مكانة العراق والرغبة اللي لاحظها من كل رجال الأعمال العرب والأجانب دخول السوق العراقية. السبب واضح بأننا احنا تجاوزنا عديد من القوانين التي كانت غير تسمح بدخول المستثمر، منها الضرائب، الجمارك، إعطاء صورة إيجابية من خلال التحويلات المالية التي أصبحت على طريق سويفت، وبنوك عراقية كبيرة لديها بنوك مراسلة مع دول العالم. حقيقة هذا الملتقى اللي هو يجمع بين المجلس، خلينا نقول رجال الأعمال العراقي التونسي على هامش اللجنة المشتركة العراقية التونسية، كما هي الحال في معظم دول العالم عندنا لجان مشتركة، هذه لها تأثير كبير، لأنه تكون أكو راح يصير علاقات مشتركة بين رجال الأعمال العراقيين والتونسيين، بحيث ممكن يصير تنشيط الاستثمارات في كلا البلدين. إحنا البلد اليوم بلدنا محتاجة لاستثمارات كبيرة ونرحب بالاستثمارات، فعلى قد أي مستوى من الدول إذا كان أكو هناك استثمارات تكون مع في العراق وكذلك ممكن أن نستثمر في تونس، راح نوصل إلى مسألة أنه تكامل اقتصادي، وهذا اللي أنا أطمح إليه.